كلنا نسمع الأخبار، كلنا نشوف المآسي وكلنا نشوف الصور المؤلمة، ورغم ذلك لما هي تقول الخبر نحس أنه دائما في أمل أن الأمور تصير أحسن. عندها ابتسامة مميزة بتقول الخبر بطريقة محترفة، كان لها صولات وجولات في الميادين الإخبارية وميادين الأحداث. ضيفتنا اليوم الإعلامية المتميزة جدا نجوى قاسم. سعداء بوجودك نجوى. انا اللي سعيده، بدي اشكركم على الاستضافه وعلى الموضوع اللي حلو انه الواحد يحكي شوي فيه بشكل هيك مع بنات جنسه بصراحه وبشفافيه. طبعا اكيد، لانه انت يعني خلينا نقول نموذج يعني رائع جدا ومشرف في المراه في الاعلام. بنعرف ان انت كثير انسانه مرحه وبتحب الحياه وصاحبه نكته سريعه جدا، يعني شفتي حد اليوم صوره مختلفه عني. يعني ما بعرف، بتمنى يكون هيك، لانه حقيقه صعوبه الاحداث كل ما يعني من فتره انا كتبتها هيدي القصه، ان كل ما اشتغلت بهالمهنه وكل ما قطعنا بمرحله بقول انه خلص ما بقى نعيش اصعب، ما بقى اغطي اصعب من هيك. يعني شو بعد ممكن تحمل لي هالمنطقه او هالمهنه مفاجات بهالمنطقه تحديدا؟ لا. بيجي شيء بيقول لي لا، اللي كان مزحه. فبتوصلي لمحل يعني انت بتبطلي عارفه اذا حتى انه عم تخدمي الناس، انك عم تقدمي لهم هالكميه الهائله من الماده الحزينه. نعم. ولا فعلا مفيد انك تعملي شيء تقولي لهم فيه بكره، ولو انه بطريقه الحكي بانك تكوني قريبه منهم لا اكثر ولا اقل. يعني طيب خلينا اتكلم، دام انت بتحسي بكل هالاخبار الماساويه وكل هذا الالم، كيف بتكون نفسيتك بعد ما تخلص النشره؟ في اوقات يمكن بيصير الاعلامي شوي بيشبه الطبيب، يعني الطبيب بيتعاطى مع جروح قاسيه اوقات لمريض ممكن يكون عم يتوفى بين ايديه او حياته رهن بين ايديه، وبيتعامل انه يعني اذا خلص شغله بعدين بفكر بالالم او هيدا، بس بلحظتها بيكون عم يتعاطى مع مهنته كمهنه. نعم. يمكن نحن هيك ببعض الاحيان. بس بمطرح بتوصلي يعني يمكن بتكون تراكمات، يمكن تكون طاقتك خفت على التحمل. ممكن كثير روح على البيت ما اقدر احكي مع حدا، بس ابكي يعني كل الليل. حيادية مذيع الاخبار كيف ممكن يعني نقدر نوصفها؟ خليني صنفها للحياد، يعني في حيادية سياسية، حيادية مهنية، وفي الحيادية الإنسانية. أنا مني مع الحيادية الإنسانية، لأنه على القليلة يمكن بالنسبة لي أنا كنجوى قدمت حالي من أول نهار للناس أنه أنا وحدة منكم. أنا مش حاجز، يعني أنا بشوف مهنتي هي جسر بين المشاهد وبين الخبر، أو بين المشاهد وبين المسؤول. وأنت بتفوتي على كل بيت كل ليلة، بده يستقبلك وعلى مدى سنوات، على مدى عقود. وكل وقت كمان لاحظي ممكن يكون خبر عاجل فجأة يجيبوك يخلوك بالضبط. يعني أنك تكوني وحدة من الناس، أنا بفتكر هيدي نقطة القوة، هي نقطة القوة القصوى. والحيادية السياسية والمهنية بهيدا المعنى نقطة قوة. ولما بتوصل المسألة للنقطة الإنسانية، لأنك أنت جزء من هيدا الرأي العام، انت مشاعرك موجوده كانسانه. ما بقدر شوف شغلي مؤلمه الى اذا هذا الحد يكون يعني مثل ما بنقول بلاطه بالعاميه، مستحيل يعني، ولا بشوفها حرفيه. يمكن في مدرسه كلاسيكيه او ممكن، بس انا ما بنتمي لهالمدرسه. طيب اكيد. ايش اصعب خبر يمكن او موقف او في نشره يعني ما قدرت تكمل الخبر، حسيت ان انت ما انت قادره؟ يعني يمكن في عالمنا العربي في اكثر من مذيع صارت معهم هذه الحادثة. يمكن إذا بدي أذكر موقف كان بعتبره هو الأقسى بالتغطية، هو لما توفت أو قتلت الله يرحمها زميلتنا أطوار بهجت. أطوار بهجت. أولا مقتل أطوار كان بحد ذاته يعني هيك صدمة يعني فجيعة هيك ضايقتنا كلنا. ضيفي عليها الشيء اللي كان صعب بالتغطية، أنه يوم اللي عم تدفن، يوم دفنة وأنا كنت على الهواء، كان في استهداف للجنازة، وكان بمكان ما الطريقة الوحيدة تيضلوا سالمين يضلوا معنا على الهواء. فأنا كنت كل وقت عم بحكي مع زميلنا وقتها، هني بالجنازة ضياء الناصري
الله يوجه له الخير، عم بحكي معهم ويعني اذا بيسكت دقيقه بيوقع قلبي، لانه عم يستهدفون اوقات كان في صار تفجير قدام المقبره، كمان صار في اطلاق نار عليهم، صاروا يتخبوا بين القبور. الله. على مدى حوالي ساعتين انا بعتقد يعني يمكن متت وعشت ما بعرف كم مره، لحد ما الضابط القوات العراقيه قال لي هني على التليفون على الهواء، قال لي هياهم معنا صاروا بحمايتنا. يعني ساعتها من جد كانت يعني لحظه لحظه صعبه، هي اصعب تغطيه لليوم بعتبرها. نعم، خلينا نتكلم عن الموضوع كنا نتكلم فيه انا وياك اللي هو الاعلام والمراه في الاعلام، او التصنيف اللي بيحطوا فيه المراه في الاعلام، يا اما اللي هو السيدات البيت اللي قاعدين متفرغات لتربيه الابناء واعلاناتهم، وبيعملوا لهم اعلانات مخصوصه يعني بالشكل اللي هو عن الاكل مثلا. لكن ما تذكريني في اعلان ما ببلعه ابدا هذا الاعلان، جوزة شاعر بتستعمل له ماده تنظيف كثير منيحه، قال مشان هيك بيكون شاعر ناجح. بتجنني هاي، وبتقول له شعر في النهايه يعني، وقت بتقول له شعر. ما هي بتحط ماده التنظيف بالشعر، بده يكون فيها وحي. هي الصورة الثانية اللي هي المرأة كسلعة ان هي بيروجوا فيها والى اخره، النظرة السلبية او خلينا نقول الصورة السلبية اللي كيف شايفة هذا الموضوع؟ بهذا المطرح في شغلتين تضافروا بشكل اساسي، انه نحن اتينا الى هذه المهنة وعندنا كل هيدي الطاقة وكل هالرغبة وواعيين، كنا عم نوعى كل مرحلة انه هيدي اذا بدنا نروح هون هيدي هالقد بدها تحدي، هالقد بدها تضحية كذا. وبمكان ثاني لازم نكون امينين وصادقين مع نفسنا، اشتغلنا مع اشخاص ورجال تحديدا امنوا بقدراتنا وهن اللي كانوا عم يدفعونا، رغم انه بنفس الوقت كان في اشخاص يكونوا يعني مثلا وقت اللي بدي كنت روح على بغداد كان في مدير مع مدير ضد، كان في مدير بده لا يروح شاب، كان في مدير مع اني روح انا، كان في وقت اللي مثلا كنا بدنا نروح نغطي احداث جنوب اسرائيل وغيرها، كان في مدير مع مدير ضد، وبالوقت نفسه كان في مذيعات مع مذيعات ضد. وهون هيدا مؤلم اكثر، لانه باوقات كثير بتفوتي لعند مديرك بتقولي له انا بدي اعمل كذا، بيقول لي ليه غيرك من المذيعات ما عندهم هالرغبه، ما بدهم يتعلموها. طيب انت احكم علي، برح اعملك استثناء. هيدي شغله، هاي الكلمه انا سمعتها عشرات المرات، لازم كمان نواجهها في محل المراه نفسها تكتفي او بتعتبر انه هي عندها مشوار لوحدها الى سن معين بعدين خلص. صحيح. او بتفهم مفهوم شراكتها مع الاخر كمان بترتيبات اجتماعيه مش عم تقدر تحسم موقفها منهم. ليش الاعلام ما ساهم في انه كمان يعطي الصوره النمطيه للرجل؟ يعني ليش ما بيستخدموه زي ما بيستخدموا مثلا صورة المرأة؟ مش مرغوب. هذه حلوة. ممكن يزعلوا منك شوي. خلينا نروح لتقرير من نادى من لبنان، وهي طبعا وكالة بتعمل في وكالة إعلان ولها اتصال مباشر بالمرأة وصورة المرأة في الإعلام. نشوف التقرير سوا ونرجع مرة ثانية. خذي كسرة. أنا اسمي ندى عبد صالح، I'm the deputy managing director، نائب مدير العام لشركة ليوبرنات بيروت. وتتطرق إلى قصص مثل تبعول المرأة يلي هن سبجكت كثير حساسين، بدك تشوفي شو مشكلة المرأة بهالبلد سبيسيفيكلي وتتطرقي له. الفكرة كانت معتمدة على إنه المرأة لازم تاخذ كسرة وتحرك الأمور، وكانت معتبرة على اللانجوج، لأنه نحن اللانجوج وقت بتحكي بالعربي بتحكي ما بتحكي بالمؤنث، بتحكي بس بالماسكولين. حقك. في كثير قوانين بلبنان ضد المرأة وما بتعترف بحقوقها كليا. عملنا كامبين بلشناها على فيسبوك وقلنا اوكي ما زال الناس ما عم يعترفوا فينا كانسان عنده كيان كامل، نحن رح نكون بهالنهار سبيسيفيك رح نحط شوارب ورح نكون رجال. By law, Lebanese women and men are not equal. Lebanese women have no right to pass their nationality to their children. They have no custody rights. There is no law that protects women against domestic violence. No rights, no women. The movement started on Facebook, where women changed both their profile pictures and gender to become men. On March 8th, International Women's Day, the movement was taken from the virtual world to the real world.
That morning, corporations, including our agency and universities, woke up to offices with no women. By nightfall, 20 meters away from Parliament, the movement was joined by hundreds of other women and evolved into a night walk. News spread and the media soon picked up on the movement, which made it to the opening of the 8 o'clock news on leading local and Arab channels. الثامن من أذار يوم المرأة العالمي، هل تحتاج نساء لبنان إلى ارتداء لباس الرجال؟ إن ملابس شبيهة بتلك التي يرتديها الرجال. القانون عم بيطلع عليك من منطلق بيولوجي. الأفضلية للرجل على حساب الزوجة أو الشقيقة أو الزميلة في العمل. Overnight, no rights, no women received international exposure, appearing in 57 different blogs and websites around the world. يعني أول التقرير حلو كتير، والحملة اللي عم يحكوا عنها حلوة، وحقيقة يعني يعطيهم العافية هو المجموعات الصبايا، لأنهم عن جد عم يشتغلوا كتير. أنا بتابعهم على فيسبوك وعلى ببعض الأشياء اللي لها علاقة بالعنف، برفض العنف، برفض التحرش الجنسي. يعني أصبح اللي سووه خبر في نشرات الأخبار، يعني هل هو استنكار مثلا، رغم انه انتم مفروض ميديا تتقبلوا الاخر، ليش رافضينه؟ ليش حطيتوا خبر وعندكم العربية؟ ايه طبعا، بسنة الـ2000 بتذكر اطلقت بوقتها النائب هي الحريري اطلقت حملة بيوم 8 اذار، يعني 8 مارتش يوم المرأة العالمي، لوسائل الاعلام انه بهيدا النهار كل المسؤولين الاكزيكتيفز بكل المؤسسات يكونوا سيدات. التزمت فيها كل مؤسسات الاعلام، عينوا. انا يومتها كنت مديره اخبار يوم واحد. بشكل عام انا ممكن اقدر اقول لك يعني عن تجربه شخصيه، الاعلام متى ما تدخل فيه على قولتكم في لبنان بتغرمي بكل مصاعبه وبكل مشاكله وبكل اللي بتلاقيه فيه، بتصيري مغرومه انك انت تشتغلي يعني. في ادمان، في ادمان صح، بتوصل لمرحله الادمان فيه يعني ما تقدري تبعدي عنه. وحتى المراسلات اللي بيكونوا في على ارض الواقع رغم كل الصعوبات ورغم كل الالم الممكن نفسي طبعا، خاصه لو اشوف المشاهد المؤلمه، لكن رغم كده بيحبوا ان هم يعني يضلوا موجودين. عندنا تقرير عن الميدان، وانا بسميهم المحاربات في الميدان، محاربات اعلاميات أكيد. في الميدان طبعا. خلينا نشوف التقرير سوا يلا. ونرجع مره. مع التغيرات اللي حاصلة في المنطقة وفي المشهد السياسي، أصبحت العديد من الأسماء الإعلامية تحمل لقب شهيدة. كثير من الأسماء أيضا ما زالت تناضل على الساحة السياسية والإعلامية، منهم نجوى قاسم، شيرين أبو عقلة، وجنان موسى. الله يوفقهم. لا يسمح لنا أبدا باستعمال الإضاءة، الطريقة الوحيدة للتصوير هي من خلال ضبط الكاميرا على نمط الرؤية الليلية. إنها الساعة 9 مساء نتجه مع الجيش السوري الحر إلى مطار منغ العسكري. نترجل من السيارة لخطورة الوضع، نعثر على العديد من قذائف الدبابات الفارغة. ليش عم نسمع هلا كل هالاصوات الرصاص؟ هل في اشتباكات حاليه جايه؟ في اشتباكات خفيفه، عم بيحاولوا الاقتحام يعني لداخل المطار، منتشر جيش الحر. اوف اوف، هذا اطلاق النار كان علينا صح؟ نعم نعم. هناك اطلاق نار مباشر على النقطه اللي نحن موجودين فيها. هناك اطلاق نار مباشر على هذه النقطة. يبدو انه تم رصد تحركنا من قبل الجيش النظامي. تقرر هذه المجموعة من الجيش الحر الانسحاب. في الحقول نركض ونركض للوصول الى بر الامان. جنان موسى، اخبار الان من مطار منغ العسكري سوريا. طبعا كنا نتمنى انه زميلتنا جنان موسى تكون موجوده معنا، لكن للاسف هي طبعا بتمر بحاله نفسيه صعبه جدا من بعد التجربه، لانه سلام. عانت كمان، هذا اللي احنا شفناه. ايه. في حاجات كثير ما شفناها، فيعني لحد ما طلعت
فهي اذا قدرت تقولي يعني مو مشي اسانه بس محطمه، محتاجه وقت لحد ما ترجع تلم نفسها شوي شوي وترجع مره ثانيه. يعني تجارب مؤلمه كثير منيح، والله يكون معها وان شاء الله بتطلع منها باسرع وقت. و يعني بقول لها لجينان قد ما هلا يعني الامور اللي مريتي فيهم صعبه، بعد شوي رح يكونوا هن هيك كتاب بحياتك، وكتبيهم اذا هلا متضايقه اكتبيهم قد ما فيك تكتبيهم عن جد. الكتابه نوع من التفريغ. ايه طبعا انت بتكتبي طبعا بكثير احيان؟ اي كتبت وبحب اكتب، يعني يمكن هلا مقله لانه الالم متكرر بشكل يومي انه بطلي تعرفي شو تكتبي، تصيري مثل اللي اسيره الحزن على اسيره اللي بده يصير. ماذا لو كانت رؤيتنا للاشياء تختلف عن حقيقتها؟ ماذا لو كان للحقيقة أوجه متعددة؟ وماذا لو كان لم يسمح لنا إلا برؤية وجه واحد فقط؟ وماذا لو كانت رؤيتنا دقيقة وغير شاملة لكل الأمور؟ ماذا لو كنا مثل فيلم كرتون حيث نعتقد أننا العالم كله، في حين أنه يوجد عوالم أخرى، أفكار أخرى، وقناعات أخرى، منها ما هو صحيح ومنها ما هو خاطئ؟ وماذا مثلا لو كان لكل زمان إعلام، وكان إعلام زماننا هو مواقع التواصل الاجتماعي؟ شغل عقلك. طيب بما أنه أول سؤال كان ماذا لو كانت رؤيتنا للأشياء هي غير عن حقيقتها، أنا في الواقع في برنامج أميرة شو على قناة الآن مع الضيفة نجوى القاسم. أميرة تفضلي. يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا تفضل. يعني من جد تركتيني، يعني ضلينا صافنين تبغى نشوف ماذا لو. اهلا وسهلا فيك مديحه. اهلا وسهلا فيك محمد، سعداء بوجودكم ويانا وسعداء بالشكل الجديد اللي انتم سويتوه، وال يمكن الفكره اللي انتم بديتوا فيها اللي يمكن غيركم في سوى بس مش بهذا الشكل، وان تكون مبادره نسائيه، لكن نعم. اللي بيدعموكم في الموضوع رجال، واحنا للاسف يعني نظرتنا سلبيه صح؟ لا انا بلشت يعني باول حكي ذكرت شيء من النوع انه في حدا بده يامن فيك. لا اكيد لازم في احد لازم يامن فيك. مديحه كيف كانت طبعا احنا سمعنا كيف انتم بديتوا، لكن انا ابغى اعرف كيف كان رد الفعل بالنسبه لكم المجتمع؟ طيب بالنسبه لي انا جايه من مجتمعي الخاص، بالنسبه لي ما هو مجتمع رافض لعمل المراه، وانما جدا مشجع لي وجدا يعني يشجع وجود المراه بشكل عام. يعني اهلي لو قلت لهم ما ابغى اشتغل وما ابغى ادرس هذا اصلا مبدا مرفوض عندنا في العائله، ولكن اللي ما كان موجود على الطاوله ولا احد قد ناقشه قبل كده هو انه هل مسموح لي انا ادخل في الاعلام؟ هل انا مسموح لي اوقف بوجهي وباسمي قدام الكاميرات ويصير مثلا مطبوع او موجود في التلفزيون او في الانترنت؟ اما طبعا الحمد لله ما كان مرفوض، وبالتالي اول مره لما رحت لهم ما كان في صراع وتمرد وكذا لانه ما هو مرفوض، لكن في نفس الوقت ما هو مقبول بحيث انه ما كان مرحب في البدايه. يعني كان شويه من الخوف من العادات والتقاليد والمجتمع. أيوة. والكلام والمجهول. يعني والمجهول يعني هم كمان. رايهم على الاعلام هو الكلام اللي المجتمع قال لهم هو فكان لازم اول ما اروح لهم اني اتفق معاهم انه امشي نفصل بين ايش المجتمع وايش الواقع بالضبط، وانا هذا اللي ابغى اسويه، وقلت لهم ايش اهدافي وكذا. اول شيء طبعا قعدت مع زوجي وبعد جلسه مطوله الحمد لله انتهت بالموافقه وبالتشجيع كمان الحمد لله. بعدين رحت عند اهلي وامي وابويا ووافقوا، بعدين يعني حبنا في حمايه رحت برضه هو كمان وكان عاد تعرفي بالتسلسل بس العائله يعني كمان حماكي وزوجك يعني كمان يعني قال لي حمايه كلمه قال لي يعني هل انا قلت لك لا حتبطلي؟ فقلت له اني صراحه لا حكمل برضه، بس يعني المهم لي يعني اجعل لك احترامك ومكانك وكذا. والله عندك رائعه يا مديحه، والله العظيم انك رائعه صراحه. اثبات الذات لا يعني التمرد على العادات والقيم الجميله اللي موجوده، لكن اثبات الذات يعني كسر القيود اللي ممكن تنحط عن مثلا الفكر السيء او السلبي اللي بيكون موجود. واغلب مجتمعنا عاده يعتقد ان لما اكسر القيود يعني انا بتمرد على الدين. في الوقت اللي انا اكسر القيود ما بتمرد على الدين، انا بتمرد على العادات والتقاليد اللي انتم سميتوها دين. بالضبط. في الوقت اللي هي اصلا ما هي دين، هي مجرد يعني اشياء تربوا عليها. انت كنت صاحبه فيها. الفكره الاساسيه في الموضوع اني ادخل الاعلام؟ لا الفكره على شغل عقلك. لا طبعا الهوان فكره الاستاذ محمد عبد الصمد. تفضل محمد. على هوانا الفكره
احنا اول كشركه متواجدين بقالنا 9 سنين في السوق، اشتغلنا برامج تقليديه كتير مع قنوات كبيره في مصر، في مصر والعالم العربي يعني. بس جات لنا فتره حسينا ان القنوات لا تتقبل ان هي تقدم اشكال مختلفه من البرامج اللي احنا شايفين ان هي ممكن تفيد المجتمع. لاسباب لها علاقه بالرقابه، اسباب لها علاقه بالتسويق والمعلن وعدم وجود اقبال من المعلن على النوعيه دي من البرامج. فحسينا ان عايزين نوجد مش مجرد البرنامج، لا نوجد الوسيله المختلفه. ف مع 2011 والاحداث اللي حصلت فيها والتوجه الكبير للانترنت، قلنا خلاص يبقى هي دي الميديا بتاعتنا اللي احنا نروح للاعلام الجديد. كان ساعتها علينا ان احنا نحط اختيار للجمهور بتاعنا، فمن هنا فكرنا في ليه ما نحطش السيدات او النساء في اطار مختلف عن الاطار التقليدي بتاعهم. لو احنا بنتكلم احنا عايزين نقدم ميديا غير تقليديه، فالسيدات للاسف كلهم محطوطين في الميديا، مش كلهم طبعا بس نسبه كبيره 90% من البرامج يا اما فاشون يا اما ستايل يا هيلث يا ام يا قوالب، في قوالب لا محددة. بس كثروا السياسه يعني المراه لاحظ 90% في 10% ادت 10% للسياسه، السياسه موجوده ولها دور مهم. بس اللي انا هون لدخل 10% لا بس لا المشكله الاساسيه ان لما نتكلم هنقول ان احنا هنعمل موقع او حاجه لها علاقه بالمراه، التفكير دايما على طول بيروح ناحيه الحاجات دي. فاحنا ما قلناش احنا موقع للمراه، احنا ترايد ان احنا نحط او حاولنا ان احنا نحط ال 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 المراه بشكل ايجابي بطريقه غير مباشره. ما كناش معروفين كموقع نسائي، معروف كموقع للانترنت عليه فيديوز. الناس لوحدها بدات تحس من خلال ان احنا بنقدم مجرد فقط بريزنترز من السيدات بيتكلموا في مواضيع غير تقليديه وفي نفس الوقت في اماكن غير تقليديه. طيب مديحه، لو سالتك عن يعني صحباتك والمجتمع، تعرف احنا يعني لما تعملي شيء اقرب الناس لك صديقاتك او المحيطين بك او المعارف هم اللي بيكون لهم الرد الفعل الاول لك. طيب. كيف كان رد الفعل لما بديتي؟ مختلف يعني على حسب مجال كل واحده فيهم. فمثلا صاحبتي رشا ناجح برضه معانا في الموقع، جدا تحب الاعلام، فكان على طول رده فعلها انتقاد وسويتي كده وغلط كده ويدك ورجلك وضحكتك وعينك وكل هذه الاشياء. طبعا في الجانب المشجع وفي الجانب اللي هو زي ما تقولي مثير للسخريه، ها مديحه متاكده، لا افرضي اللي بتعمليه خطا، يعني في هذا. بس طبعا يعني الواحد يعني بذكاء بحكمه تسمع انت التعليقات، في اشياء تاخذيها زي ما هي. يعني انا رحب بانتقادات رشا بصدر رحب طبعا، لكن لما يجي احد مثلا يقول لي انت اصلا اللي بتسوي خطا او هذا، اقول له ما لي وجهه نظر، يعني انا وجهه نظري احب اجرب المجال واشوف، وانا اللي اقرر اذا حابه اكمل فيه وما طبعا فيه. طبيعي. نجوى، التواصل الاجتماعي وشبكات التواصل الاجتماعي علاقتك بها كيف؟ موجودة فيهم، أنا هربت منهم على المستوى الشخصي لفترات طويلة، وبعدني مني كتير موجودة بشكل أنه يعني هيك انتشر مع أكبر عدد، بقدر ما هو أني تابع شو عم يصير عليهم. يعني هني مصدر أساسي للمعلومة عندي، مصدر أساسي للبحث، لأن في كتير أشياء عم بعرفها من مواقع التواصل عم تخليني هي روح ل... طيب خليني أقول لك، بدأ منتي قلتي هذه المعلومة أنه هم مصدر المعلومة، ما تتوقع أنه في أحيانا معلومات متسوسة على المواقع وبالتالي بتقعوا في هذا الخطأ اللي هو المصدر ما بيكون يعني موثوق فيه؟ أكيد ما هو أنت بتسمعي معلومة أو عفوا تقري معلومة، نعم، في عندك وسائل بحث، بس أنه أوقات المكان الأول اللي عم يعني ينبهك عليها هي هيدا المكان. والشيء الثاني اللي انا ساعدني بهاي بفتره اذا بدنا نصدق ان ربيع عربي بعدين اذا بدنا بعدين بنبحث بهاي الفتره بهيدي الفتره يمكن عم تخليني اعرف نبض الناس، لانه يعني الناس العاديين هن الموجودين على مواقع التواصل بحق. مش وزاره الخارجيه موجود، بس انه هذيك موجودين وين ما كان. هون بحسب خلوني افهم يعني عن جد نبض الناس كيف، حس فيه اكثر لاني مش موجوده معهم على الارض. خليني ارجع لاستاذ محمد، اختياراتك للمشاركات معك في المواضيع وفي التقديم، هل كان في مثلا اسس معينه او يعني اشياء معينه محدده، قواعد، وجهه نظر معينه، خلفيه انت حابب انك انت تطبق من خلالها اختياراتك؟ اول حاجه طبعا احنا من رايحين لجمهور الانترنت او جمهور السوشيال ميديا، لازم يبقى لها دور نشط على السوشيال ميديا، بمعنى على تويتر على الفيسبوك يبقى لها نشاط واضح، وغالبا هو ده اللي بيشدني للشخصيه. الهدف الاساسي ان احنا كل واحده منهم
منهم تبقى قاضة أو قاضة رأي أو لها دور في الموضوع بتاعها، فهي تستطيع أن هي ما حد يسألها فيه تعرف ترد أو تعرف تتكلم، مش مجرد هي حافظة الموضوع وبتسمعه. طالما إحنا عدينا الخطوة الأولانية، فالخطوة الثانية بتاعة التدريب أو أن هي تقف قدام الكاميرا، يعني ما أتذكرش أن حد منهم خد أكتر من وان بايلوت مثلا أو تيست كاميرا ماكسيم يعني. لأنه أصلا هم يعني عندهم الاندفاع والطموح والشغف، بيجي لهم لحظة كده أن هم يبقوا متوترين أول مرة يقفوا قدام الكاميرا، بس لما بينسوا الإحساس بيخشوا. أنا بطالع النجل لأنه أكيد بتتوتر لحد الحين. لا اكيد لحد الحين اكيد يعني رغم كل هذه الخبره وكل المواقف اللي مريتي فيها. لا ما في محل فيك تسترخي، يعني اليوم اللي بتسترخي 100% بتغلطي، بتعملي شيء ما بيسوى. نعم ما في مجال. مديحه، بعد هالتجربه البسيطه كيف يعني طموحك ورؤيتك للي انت حابه تقدمي كمان اكثر؟ طبعا خليني اراجع كثير ايش بالضبط ابغى اعمل. يعني انا اول ما بدات الحلقات كنت نفس الوقت اخر سنه لي في الجامعه، ودحين دوبي تخرجت، يعني ما صار لي شهرين. يلا الف مبروك. الله يبارك فيك. شكرا. يعني في مرحله اللي امامي خطوط واضحه، اعرف ان مثلا واحده منهم اعلام، لكن ما زلت ماني عارفه كيف احطها بالاولويات، ايش اسوي ايش قبل ايش. او المكان اللي بتختاروه علشان التصوير، وهو طبعا خلينا نشكر اندلسيه كافيه ان هم اعطوكم المكان اللي كنتم تصوروا فيه، بتلاقوا تجاوب من الناس. انا عايزه النقطه دي هتفتح موضوع تاني اكبر شويه، هي نقطه ان المجتمع هولي السعودي او مش هولي السعودي الجده اللي بتعامل معاه يعني في جده منفتح جدا لان هو يدي فرصه للمواهب ان هي تطلع. جميل. بمعنى ان اول عايز تصور، في ناس بتتبرع ببيوتها، في ناس بتتبرع باماكنها، في نادر جدا جدا زي مصر مثلا او دبي او لبنان ان عايز تروح تصور في لوكيشن لازم تدفع فيز معينه او لا، هناك اي لوكيشن ممكن تروحه مجرد ان عشان عارف ان انت هتقدم حاجه مفيده. نجوى كيف لقيتي هذه التجربه؟ يعني تجربة مميزة، ويعطيكم ألف عافية، إن شاء الله بتستمروا فيها. ونحن أصلا رايحين على مرحلة، ما بعرف إذا التلفزيون بالمفهوم اللي نحن بنعرفه رح يضل موجود، أكيد رايحين على مرحلة مختلفة تماما، يصير جزء من كل يعني الموبايل شغال عليه كل شيء، يعني هو بصير حياتنا مثل بوصلة حياتنا من ضمنها وسائل التواصل والإنترنت اللي بده يكون يصير التلفزيون جزء منها، يعني مش العكس. إيش تحب تقولي في النهاية للمرأة وللإعلام تحديدا؟ أنا بدي أقول للصبايا الشابات اللي بدهن الإعلام واللي حابين الإعلام، إنه الإعلام منه المذيعة، الإعلام شغلة أوسع بكتير، ومش التهافت على عالم الإعلام حقيقة مؤلم، إنه كل التركيز فيه على إنه يطلعوا على الكاميرا. والإعلام مش شهر وشهرين ومش سنة وسنتين، الإعلام تراكم طويل، حاجة تكونوا مستعجلين وحاجة يكون هدفكم الظهور على الشاشة. هيدول أسهل شيء بهيدي المهنة، المهنة أوسع، هيدا عالم، خذوه استمتعوا فيه عيشوه وخلوه هو كمان يعيش فيكم، لأنه رح تكتشفوا أفق آخر، وهيدا الأهم. هذا هو. مديحة، يعني المرأة عشان تلاقي دورها لازم تدور في كل مكان. نعم. ما تحكر نفسها بدور واحد، وإنما تعدد الأدوار، وكل ما كل ما جربت أشياء مختلفة كل ما كانت أقرب للرسالة اللي هي أصلاً أؤمن أنها خلقت عشانها. جميل. محمد، يعني بعد ما سيدات فضلات تكلموا أنا حضيف بس حاجة بسيطة، إن هي نقطة إن محدش بيدي الحق لحد، أنت بتاخد حقك بإيديك، فده بيصير على الرجل وبيصير على المرأة. صح. فمحدش يستنى أو يشتكي، أو كتر الشكوى لسه قريب من شوية، كتر الشكوى ساعات بتؤدي لضمور في العقل، يعني كل ما تسمع حد بيشتكي كتير بتعطيك طاقة سلبية مستمرة. أبسط حاجة خد خطوة بسيطة، حتى لو هتويت حاجة على الإنترنت أو هتشارك في حوار أو هتدي رأيك، وما تخافش من رأيك، لأن المجتمع فعلا محتاج المرأة. صح. نقول يا هلا وسهلا بالدكتورة اللي مشرفتنا منورتنا اليوم. يا اهلا وسهلا. تفضل. كيفك دكتورة؟ الحمد لله. كيف صحتك؟ الحمد لله. تمام. احنا سعداء بوجودك معنا. وانا سعداء. الله يخليك دكتورة. انا كنت بتكلم عن انه الانسان العادي لما يصاب بالمرض بيلجأ للطبيب على طول، بيروح للدكتور وبيقول له انا عندي كذا ايا كان. وعاده في سرطان الثدي المراه، يمكن احنا في حمله القافله الورديه بنحاول ان احنا نخلي السيدات
ان هم يتنبهوا لهذا الامر من يقوموا بالكشف الذاتي وبعدين الكشف المبكر بالماموجرام والى اخره. لكن ان دكتوره تكون هي المصابه وهي عارفه بتعرف يمكن حنقول العوارض البدائيه لها. كيف كانت تجربتك مع هذا الموضوع؟ والله انا يعني قبل اكثر من سنه قبل ان اصاب كان عندي بين يعني الم في الصدر الجهه اليسرى، فكنت اقول لزوجي يمكن اني مصابه بالسرطان، فيقول لا ما معقوله. بعدين فحصني، فحصتني صديقاتي هيك، فما حد شخص. الشهر الخامس يوم 9/5 كان شو اسمه، كنت اني حسيت وجهي يعني شلون تعبان، بس اي ماس ماكو، افحص ماكو ماس، بس حسيت اكو بين، بين هو الكانسر ما بيبين، بس اني طلع عندي بين. فرحت على الماموغراف أنا وصديقتي، فقلت لها الدكتورة أنا أشك بيا كانسر، هي دكتورة أمل بالأمومة والطفولة أمل كاظم، فأخذت الماموغراف قالت 14 يوم تطلع النتيجة، ورا 10 دقائق حركة غير طبيعية. فدخلت أني أبغى الأشعة، لا there is mass موجودة عقدة وبها يعني irregular ما منتظمة. فقلت لها دكتورة أنا كانسر، لا دكتورة ما شكت دكتورة، أنا أعرف نفسي وأنا مشخصة نفسي وجيتك. والله الحمد لله. ولا دكتورة يعني أنا دكتورة، وأني أنا كنت مسؤولة الكانسر بالعراق. كنت مسؤولة عن كل يوم أبحث 50 بيشنت من اللي يجون مراجعة نسائية. لازم أشخص لي على الأقل 2-3 منهم. ف يعني أنا الحمد لله دكتور سوى لي العملية الحمد لله، والعملية ناجحة جدا. ما شاء الله عليك مثل الوردة يا دكتورة. أيوة موجودة معنا ومنورتنا. أيوة اليوم. الحمد لله أي دمعة أي شيء، حتى قلت ما بكيتي حتى بينك وبين ولا نفسي؟ ولا بكيت بيني وبين نفسي، صدقي بالله ولا تألمت ولا حزنت على نفسي، حاسة بي كانسر وهذا قدري. في ناس بتعمل رياضة ومحافظين على صحتهم وما يدخنوا وما بياكلوا اكل بياكلوا اورجانيك، يعني اللي هو العضوي اللي ما في هرمونات، ورغم ذلك يعني هذا بلاء من رب العالمين. هاي بلاء من رب، بس انا اعزي سببي انه احنا بالعراق صارت حروب هوايه من الثمانينات، يعني بالاضافه انا من اجيت للامارات افكر بالعراق، الستريس كتدي يومي. انا ببغداد عندي كلينك، عندي ما شاء الله بيوت، عندي اجيت هنا لا اشتغل لا هذا، انا اعزي نفسي. هذه الحاله النفسيه كمان الحالة مهمه، الحاله النفسيه كلش اثرت علي. اي طبعا الحاله النفسيه. انا لا سمينه كنت وصحية بعدك ما شاء الله عليك، وآكل مع الألم يعني، بس أحمد ربي. بس أولادي يوم اللي اجيت بالكيمياوي مقرع شعري قاموا يبكوا خلنا نقرع شعرنا، هم كمان معاك تضامنا يعني نفسيا. ليش تقرعون شعركم؟ قلت لهم لو العالم كله يقرع ما راح يعني ياثر علي. انا الحمد لله انا الدعم النفسي انا دعمت اولادي. مو هم دعموني، زوجي دعمني لان طبيب وهاي. بس اولادي يعني ما كانوا، بس اقنعتهم وعشنا نورمال هاي سنه وشهرين. كان في دعم نفسي من الاطباء الموجودين في المستشفى، يعني مستشفى درجه اولى، كل 3 أو 4 يجيبونا تيتشر للسايكولوجي وتيتشر يعلمنا اشغال يدويه عشان تقضي الوقت يعني قبل كل اثنين يلقونا محاضره ونقعد ونطبخ، يعني طبخنا لهم طبخ عراقي، بطلعوا شويه شموا هواء تغيروا جو يعني هذا العشت انا احلى شهر في حياتي بالاشعاع. هذه تجربه مختلفه يعني يعني كلش دارونا، ويعني احنا نشكر لانه انت كمان انت ساعدتي نفسك. طيب خلينا نروح لتقرير في لبنان، كمان دعم من نوع اخر مع حنان من لبنان اللي كمان مرت بهذه التجربه. خلينا نشوفها في التقرير ونرجع مرة ثانية لضيوفنا اللي موجودين معنا بالليل. أهلا وسهلا، شرفتونا. أهلا فيكي، ميرسي. البدلية بترحب فيكم وبيتي بقول لكم أهلا وسهلا. جيتوا تحكوا بموضوع كثير بيهمني وكثير بحب أحكي فيه. الجسم بيفرز هرمونات، الخوف بزيد نشاط الخلايا السرطانية، والثقة بالنفس أو الحكي بالموضوع والعمل بالحياة بتحاول تعون رادع لهالمرض انه يرجع ينتشر. طبعا عم نحكي عن مرض سرطان الثدي اللي اصبت فيه بال 2001 من 11 سنه. عملنا العمليه وجيت على البيت، فكان انهيار للعائله كلها، بس طلعت بالصغير قلت لها ليك يا جنى انا بدي اعيش، بدي اعيش كرمالك وبدي اقاتله، مش هو رح يقتلني، انا بدي اقاتله. وهيك انطلقنا وكفينا والتزمت بكل شيء بيقوله الحكيم، بكل شيء
بس الأهم منهم هو تضامن عائلتي معي وخاصة زوجي. زوجي كان مثال لكل الرجال لكل المحبين بتضامنه معي، حضنني بمحبة مش بشفقة، بتعاون كلي، بمحسسني إنه ناقص من جسمي شيء أبداً. لطيف كان معي كثير، دفعني هو وأصحابه وعائلته، وأنا من أول نهار قررت إني بدي أعلن مرضي، ما بدي أخبي. ولما هروا شعراتي حاولت ألبس بني بالبيت، فبيعرفوني إنه أنا ما بحب لبس الإشراب ولا بحب أحط شيء على راسي. فقرروا بقعدة كليتهم إجوا بيقولوا لي نحن حابين لك شغلة، نحن ما بدنا إياكي تلبسي بطنية بالبيت، نحن حنتضامن معك. وإخواتي قالوا لي حنقص شعراتنا كليتنا ونتضامن معك. فجأت أنا بهذا القرار، أعوذ بالله ما حدا بيعمل هيك. قال لا نحن بدنا نتضامن معك أو بتشرحي عن راسك. قلت له طب بلكي خفته. قال لا. قلت له طب حجرب. طلعت بجنى صغيرة اللي هي أصغر وحدة، قلت له طيب تتضايقي يا جنى؟ قال لا. أول ما شلحتها لقيت في عيون أزأزت فيهم، وإجوا بسوني براسي. وتاني بعد نص ساعة كان العادي الوضع تماما وما عاد حدا حسني. حسيت كبوس كان أنا حملته عن فوخي، بس كنت عم راقبهم كل واحد منزعج من هذا الشكل أم لا، لأنه كان شكل مش حلو بنشوفه أمهم كيف يعني، بس مش الحال. وفي شغلة مهمة، وقت اللي أنا ما شفت صدري وقت اللي بعد العملية، كان في طبعا شاش وشغلات، بس لما أمولي اليوم كمان حاولت ما أشوف، ما قدرت أحط إيدي على جسمي. فبتجي بنتي بتاخذني بتوقفني على المراية بتقول لي افتحي القميص النوم. قلت لها ما بدي اطلع. قال بدك تفتحي، ما فيك تهربي من شي صار معك وقدامي مش لحالك. فأول ما عم بتطلع وشفت إنه أنا إنه في صدر مخفي تماما، حسيت إنه في شي عم بيكز بجسمي. بعدين طلعت هيك حكيت المراية هبلة خلص بقى شي صار، تروحي أو تبقي. قلت لي حطي إيدك على صدرك. حطيت إيدي على صدري بس كانوا عم يرشوا إيدي. بعدين خلص عادي، وهلأ عادي تماما. هلأ نسيت إنه المرأة عندها صدرها. روح من جد رائعة جدا، وأمل وتفاؤل. لكن دعم الأهل ودعم الأبناء، دعم الزوج، دعم المجتمع أكيد بيخلي الإنسان يتخطى كثير من المحن. راح نكمل حديث لكن بعد ما نستقبل ضيفتنا الجاية وهي الدكتورة شيرين طبيبة صحة المرأة، نقولها يا هلا وسهلا. يا أهلا وسهلا دكتورة شيرين، خليني أبدأ معاك من البداية. تخصصك في صحة المرأة؟ طبعا تخصص صحة المرأة مهم، لأن احنا بنحاول نزود التوعية بالنسبة للمرأة. نعم. بنحاول نخلي الستات تتكلم في الموضوع ده، لأن ده كل ما يكون الكشف مبكر كل ما فرص العلاج بتبقى أحسن. الإرشادات اللي بتعطوها للمرأة والتوعية بتكون في الأساس قائمة على إيش؟ في الأساس يعني المرأة الأول لازم تبقى هي متقبلة إنها تتكلم في الموضوع ده وتتعلم، لازم تبقى واعية. فالتوعية مهمة جدا، سواء يعني كل الفعاليات اللي بتتعمل عن التوعية هذا شيء مهم. احنا في يعني مجتمعنا لازم نتعلم نتكلم في الموضوع ده، واحنا بنحاول نوعي الستات من سن صغير، لان فعلا لقينا حالات بتبتدي من بدري. والأنسة روز يعني قالت نقطة مهمة، ان الوراثة كمان مهمة جدا. عامل طبعا عامل. اذا في العيلة من ناحية الوالدة مرض سرطان الثدي او المبايض متعلقين ببعض، لازم الست تبتدي من بدري من وهي صغيرة. عندنا تقرير عن تجربة مؤلمة شوي لسيدة كمان مرت بحالة سرطان وهي سيدة سهى، لكن خلينا نتفرج على تجربتها مع بعض. عند سهى معتصم. سهى معتصم هي مريضة كانسر ووضعها كتير صعب، فهي بحاجة لتكلفة أدوية بالشهر ل6 مليون ليرة. للأسف مش عم تاخد علاجها لأنه مش عم بتأمن معاها المبلغ. أنا اسمي سهى علي تليس من عكا.
عمري 45 سنة. من شيت للتسعة 6 سنين صابني مرض ببطني وارتحت شوي وعطوني علاج كيماوي وارتحت. بعد 3-4 أشهر صرت أتعب، يعني يتعب جسمي، بدي أمشي ما أقدر زي الخلق، بدي أحكي يصير بده يوقف قلبي. قضيت كتير وبدي عملية هلا لفتة ما فيني أعمل عملية. كتبولي على إبر باخدها، والإبرة بدي أخدها كل يومين إبرة. هدول الإبر بقولولي مثل السيارة والبنزين، يعني كيف البنزين بدك تعطيه السيارة بيمشي وأنا هيك. وضع عجوزي بطل يسمع وهو شال إيده كمان، يعني بطل، قال لي ما بقدر خلص، يعني بدك تتكلي على الله. طبعا أنا متكلي على الله، صرت ألجأ للمؤسسات لأقدر أجيب الإبر، برضو ما عم بقدر أجيب. هي لي سنة ما أدري أجيبها، عشان هيك عم بتعب جسمي. أنا ما عم ببكي عشان هيك، لأنه أنت شفتوا جوزي لما عمل له هي أمل قال لي عني، سمعته تخلى عني يهودني. نتمنى ان فعلا نقدر نساعدك باي طريقه يا سهى انك انت تلاقي العلاج. يعني هذه كمان حاله من الحالات، يعني في ناس بتلاقي دعم وفي ناس ما بتلاقي دعم، مش بس الدعم المادي حتى الدعم المعنوي. زوجها قال لها خلاص انا ما اقدر اسوي لك شيء. شكرا لضيوفنا الجميلات والجميلين اللي كانوا موجودين معنا، وشكرا دكتوره نجيبه، شكرا دكتوره شيرين. اكتشفي بيبي جوي الجديد بميزة الامتصاص المضغوط.